خليني اجي لك يا ابو حميد. يعني يمكن موسم كان طويل صعب، انت على المستوى الشخصي يعني سعيد بهذا الموسم؟ ايه اللي انت حققته؟ ايه اللي انت شايف ان انت السنه دي يعني كسبته من موسم طويل وفيه بطولات؟ طبعا بنحمد ربنا على اللي احنا كسبنا الدوري. انا لاعب السنه دي 4 بطولات، دوري وكاس ومواليد 2000 ومواليد 2003. الحمد لله كسبنا ال4 بطولات، ما خسرناش ولا مره خالص. بس البطوله الاهم السنه دي طبعا كانت الدوري، عشان هي غايبه طبعا عننا بقالها 20 سنه. فدي كانت يعني اكتر هدف من اصغر من واحد لاكبر اول واحد. الموسم وانتوا حاطين عينكم عليه. احنا كده كسبنا الكاس في اول الموسم، بس طبعا من اصغر لعيب لاكبر لعيب حاطين الدوري، ده اللي قدامنا، ده الهدف اللي عايزين نوصل له. نعم. بس مع اللي كسبنا بقى البطولات 2000 و2003 والكاس، بس طبعا التارجت الكبير كان هو الدوري. والحمد لله تعبنا، تعبنا قوي السيزون ده فعلا. بنتعب طبعا كل سيزون، بس السيزون ده كنا مركزين قوي على حوار الدوري ده، وربنا كرمنا الحمد لله في الاخر. احسن ماتش لعبته انت على المستوى الشخصي كان ايه؟ ممكن مش لازم الدوري يعني طول السنة. ممكن في الدوري بتاع عمومي ماتش الجزيرة كسبنا ده التاني خمسة ولا تلاتة الأول؟ لا بلاي اوف 1 وان ده كسبنا 5-3. كان ماتش برضو كان في الفيلز، أنهي كان حمام؟ في نادي الجزيرة الجزيرة. عندهم. ما أنت كل واحدة من دول اتلعبت في حمام. لعبنا مرة عندنا مرة عندهم. فهو ده كان 5-3 وكان ماتش ديفنس، فكان جول لجون بيفرق الحمد لله. وكان ماتش 5-3 كلوز جدا، فبعد كده بتدفع. ده أحسن ماتش أنت من وجهة نظرك اللي أنت أديت فيه كويس ممكن عشان يعني. كان ماتش مهم وفرق طبعا ان احنا يعني حصلنا على البطولة الحمد أنت لله. بتدرس لسه في جامعة؟ في سنة بتدرس تانية إيه؟ بزنس. بيزنس. ما شاء الله يعني كلكم يعني كليات كبيرة، ويعني زي ما بيقولوا يعني إيه، الرأس أو العقل السليم في الجسم السليم. ايوه صح. دايما دايما كده ما تلاقيش واحد رياضي أبدا، تلاقيه أبدا في التعليم وحش. طيب السنة الجاية الموسم الجديد، خاصة أنت سنك صغير، شايف إن إحنا ممكن نكمل على ده ولا شايف إن في صعوبات؟ الأندية التانية هل في تدعيمات حصلت لهم؟ هل احنا محتاجين تدعيمات؟ يعني كلمنا عن السنه الجايه شكلها من وجهه والله نظر احنا بتاعك. مش بنبص كده على الفرقه التانية، احنا لينا فرقتنا، بنحط التارجت بتاعنا في اول السيزون وبعدين بنتمرن على اساسه. وطالما احنا كسبنا الدوري احنا كسبانين الدوري ده كمان من غير ولا هزيمه، فعلا لاعبين بتاع 18 فعلا، ماتش ولا هزيمه، فاحنا كده اصلا. حتى في الكاس ما خسرناش صح؟ ماتش كان في الاول ما كانش ليه لازمه، ما فاحنا كانش يعتبر السيزون كله ما حدش خسر خالص. انما كدوري بدون هزيمه. الحمد الدوري لله. كان بدون فده يدل هزيمه. ان احنا فرقه كويسه وفرقه محترمه، فطبعا السنه الجايه عايزين نحافظ على ده. فده طبعا هيبقى متطلب مجهود اكتر من اللي احنا عملناه عشان نكسب. طبعا لما تحافظ على البطوله بيكون اصعب ان انت طبعا تكسب بطوله يعني مثلا فتره كده ما لعبتهاش. كلام بس صحيح 100%. الحفاظ على البطوله اسهل، اصعب كتير من اصعب انت من تاخد البطوله اول صح مره. طب عمر اجي لك، يمكن انت من احد اللعيبه المميزه وكمان انت لعبت مع بطوله العالم الله يخليك. الشاطئيه. كلمني الاول عن بطوله العالم، شاركنا فيها. كان طبعا عبد الرحمن كان معاك، كان معاك كام لعيب من النادي الاهلي؟ كان معايا 3 لعيبه من النادي الاهلي بعبد الرحمن فوزي، بس هو للاسف الاصابه اللي جات له في الاول دي يعني ايد كانت الله يعني دمها كان تقيل يعني. بس طبعا هو كان مشاركنا من اول بطوله لاخرها، وكان هيبقى ليه دور قوي جدا في البطوله. بس وكان معايا مروان محمد الجون بتاعنا، وخد احسن جون الله في أكبر. بطوله العالم كمان. بس كانت بطوله قويه جدا طبعا، والحمد لله خدنا فيها مركز تاني يعني. طيب السنه دي يعني ايه صعوبتها السنه دي من وجهه نظرك انت؟ السنه دي بعد الانجاز ده الدوري والكاس اكيد ما جاش من فراغ، صعوبتها في ايه؟ هل في المنافسين كان اقوياء؟ هل صعوبتها في تحدي الوقت وتحدي يعني الموسم الطويل؟ صعوبتها في ايه؟ ايه شايف الصعوبه في هو الموسم ممكن ده؟ تبقى اكتر صعوبه بنواجهها ان هي كان في حاجه كده المفروض تتكسر، ان احنا ما كناش عارفين نكسبها. بس انما احنا كنا على طول كل سنه بنبقى جاهزين فيزيكال وجاهزين منتل، جاهزين لكل حاجه. بس كان بيبقى فيه اللي هو ايه، احنا ايه السبب ان احنا على طول بنوصل فاينل وما بنكسبش البطوله دي، بطوله الدوري بالذات يعني. الكاس ممكن نبقى خدناه كذا مره، بس الدوري كان هو المشكله. طب دي عملت لكم حاجز نفسي يعني؟ برضو انا اوصل فاينل واخسر، اوصل فاينل واخسر 3 4 مواسم ورا بعض، هل ده عمل لكم حاجز نفسي؟ على فكره بيبقى في ده وضع طبيعي، أكيد طبعًا. بيبقى مثلا خلاص لا انا قلقان بخش ماتش الفاينل قلقان، اكيد يعني عمل هو لكم حاجز نفسي. ممكن يبقى عامل لنا حاجز نفسي، بس اللي خلانا نعرف نكسب السيزون ده إن إحنا يعني خلينا الحاجز النفسي ده عكسناه إنه يبقى زي موتيف لينا إن إحنا نكسب بقى. فعلا يعني خدتوا ده حاجه بوست. كان في الأول حاجز نفسي اللي هو إحنا ليه بنوصل على طول فاينل وبنخسر، بس المرة دي كان اللي هو إيه، لأ خلاص بقى إحنا كل مرة جاهزين، فإحنا أحق إن إحنا نكسب البطولة طب المرة دي. احنا كان معانا مؤدي نفسي صح؟ أكيد. اسمه ايه؟ كابتن أحمد ديب. كابتن أحمد ديب كان معاكم اثناء الموسم. طب كلامهم ليكوا او كلامه ليكوا قبل الفاينل، لان يعني الموضوع ده كان مهم جدا، قعد معاكوا قال لكوا ايه؟ قعد معانا قال لنا ان ماتشات الفاينل دي ما بتبقاش ماتشات تكتيكال على قد ما هي ماتشات سبيريت جدا. سبيريت. برافو. ويعني هو عموما في الرياضه الفريق اللي بيوصل الفاينل خلاص ماتش الفاينل ده بيبقى بتاع اللعيبه، هي معروفه بتاع ماتش اللعيبه. الفاينل ده بتاع اللعيبه، ولا ليه دخل كابتن ولا ليه دخل اي حد. الفريق اللي نازل عنده سبيريت انه يكسب، حتى لو الفيزيكال بتاعه مش 100% انه يكسب، هيكسب لو هو روحه عاليه. نعم.